كتير قوي من الناس بيشتكي انه في صلاته مش عارف يوصل للخشوع، والفرض بالنسبه له عباره عن تاديه واجب وخلاص. مبدئيا كده الخشوع نوعين، خشوع الجوارح وخشوع القلب. وقبل ما نتكلم عن موضوع النهارده، عاوزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا بخشوع القلب، هو ان قلبك يكون بيصلي معاك، انك تستحضر عظمه ربنا في الصلاه وتحس بحلاوتها وتتدبر معاني القران. اهتمامك وتركيزك كله بيكون في الصلاه. اما اللي بيقف يصلي ويفتكر كل هموم الدنيا في صلاته فده لا يجوز طبعا. كلنا مهمومين وكلنا عندنا بلاوي في حياتنا، بس انت مطالب وانت واقف بين ايد ربنا انك تشيل كل ده من دماغك، والهموم والديون والدنيا ارمي كل ده على ربنا، وربنا عمره ما هيضيعك. ده باختصار خشوع القلب. بالنسبه لخشوع الجسد، النبي صلى الله عليه وسلم شاف راجل بيصلي وحركته مش طبيعيه في الصلاه، يعني كان بيفرغ كتير وهو بيصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. خشوع الجسد هو انك تبقى واقف ثابت في الصلاه ومقدر وقوفك بين ايد ربنا. الركوع بتدي له حقه، والسجود نفس الكلام، ما بتقلبش الصلاه زي ما ناس كتير بتعمل، وده الحد الادنى المطلوب منك اللي هو الخشوع الجسدي. طب السؤال هنا، ايه اللي بيخليني ما اوصلش للخشوع بسهوله والموضوع صعب ليه قوي عليا كده؟ باختصار هم ثلاث حاجات اللي واقفين بينك وبين انك توصل للخشوع. واول حاجه وهي الدنيا. اغلبنا بمجرد ما بيبدا في الصلاه فجاه بيفتكر كل هموم الدنيا، عيال وبيت ومصاريف وديون وشغل ما يعلم بها الا ربنا. تاني حاجه خنزب، وده شيطان مخصوص يسيبك طول يومك، واول ما تدخل في الصلاه تبدا مهمته، وهو انه يشغلك في اي حاجه عن الصلاه. سيدنا عثمان بن ابي العاص راح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له: يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، يعني مخليني مش عارف انا بقول ايه وانا بصلي. رد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ذاك شيطان يسمى خنزة، فاذا احسست فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك سلاسة. فسيدنا عثمان بيقول: ففعلت فذهب عني. ثالث حاجه واقفه بينك وبين الخشوع هي عقلك الباطن. من اسباب السرحان في الصلاه هو اننا بنقرا صوره موجوده في العقل الباطن، يعني مكرره الاف المرات، فدي لوحدها كفيله انها تخلي عقلك الواعي مش موجود وتبقى في صلاتك زيرو تركيز. طب ازاي ممكن نتغلب على الثلاث حاجات دول؟ هنتغلب عليهم باذن الله باربع مراحل. واول مرحله معانا هي مرحله ما قبل الصلاه، يعني حضرتك مثلا ما تبقاش مقضيها تنمر وغيبه ونميمه، ويجي وقت الصلاه وتبقى مستني انك هتوصل في صلاتك للخشوع. حاول تتقي ربنا في نفسك، تتقي ربنا في معاملاتك مع الناس، واطلب وقتها الخشوع من ربنا في الصلاة وهتلاقيه والله. تاني مرحلة وهي الاستعداد للصلاة. دلوقتي احنا دخلنا في وقت الصلاة، ووقت الصلاة فيه اذان وبعد كده وضوء وبعد كده بندخل في الصلاة. مهم قوي اننا نركز في مرحلة الاستعداد للصلاة. واول ما تسمع الاذان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انك تردده مع المؤذن، زي ما بيقول هتقول، ما عدا في حي على الصلاة هنقول لا حول ولا قوة الا بالله، وفي حي على الفلاح هنقول برضه لا حول ولا قوة الا بالله. وحاول انك اول ما تسمع الاذان تسيب اي حاجة بتعملها وتروح المسجد عشان تأدي فرض ربنا، لان مهما كان رزق اللي داخل لك في وقت الصلاه صدقني ربنا مش هيبارك فيه. نيجي للوضوء. عاوزك وانت بتتوضى تفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ان وانت بتغسل اعضاء الوضوء الذنوب اللي عملتها بتبدا تتساقط منها. بتغسل ايدك، الذنوب اللي عملتها بايدك تنزل منها. بتغسل وشك، الذنوب اللي عملتها بعينك تنزل منها. بتغسل رجلك، الذنوب اللي انت مشيت لها تنزل منها. فمهم جدا انك في مرحله الوضوء تتوضى صح عشان ثوابه ما يضيعش مننا، وخلي نيتك انك بتتطهر عشان تروح تقابل ربنا عز وجل. فلو رددنا الاذان وتوضينا صح والنيه اتخلص لربنا فدي بوادر لحاجه كويسه، لانك لما بتبين لربنا عز وجل انك بتتعب وتجتهد عشان توصل لمرحله معينه في العباده، فربنا عز وجل اكيد مش هيبخل عليك بانه يوصلك للمرحله دي. بعد ترديد الاذان والوضوء روح للمكان اللي هتصلي فيه وصلي ركعتين لله، واطلب من ربنا انه يوصلك للخشوع في الصلاه وانه يقبل منك صلاتك. فلو احنا عرفنا نعمل ده في مرحله الاستعداد للصلاه ان شاء الله درجه خشوعنا هتزيد. المرحله الثالثه وهي مرحله الصلاه. حاول قبل ما تبدا صلاتك تطلب من ربنا في سرك انه يرزقك الخشوع في الصلاة. وين والصلاة اللي هتصليها قبل ما تكبر، والنية طبعا بيكون محلها القلب. تدخل في الصلاة وما تعملش زي اغلب الناس اللي بيقروا سورة الفاتحة بسرعة البر، زي ما يكونوا داخلين سباق واللي يقراها الاول هيكسب جايزة. في حديث قدسي بيقول: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فاذا قال الرحمن الرحيم قلت اثنى علي عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قلت هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولعبدي ما سأل بقى كل اللي بعدها: اهدنا الصراط المستقيم، الهدى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلو انت من الناس اللي بتقرا سورة الفاتحة بسرعة البرق، جرب تقراها بتأني وخلي الحديث ده قدام عينيك، والله هتحس بفرق كبير قوي. حاول لما تقرا سورة بعد سورة الفاتحة حاول تنوع في الصور، احفظ صور جديدة واقراها، احفظ يا سيدي آية أو آيتين، بلاش في كل صلاة تصلي بقول هو الله أحد والمعوذتين. قرآن ربنا طبعا كله عظيم ودي حاجة ما فيهاش جدال، بس انت لما هتقرا سورة متخزنة في عقلك الباطن أكيد هتسرح، وده لأنك تلقائي هترددها واستحالة تركز في الصلاة. إنما لو هتصلي بسورة جديدة
او اي جديده تركيزك هيكون حاضر باذن الله بنسبه 100%. لما تيجي تركع اطمئن في الركوع وما تستعجلش، حاول تحس وتتلذذ بالصلاه عشان توصل فيها للخشوع. لما ترفع من الركوع وتسمع الامام وهو بيقول سمع الله لمن حمده، افتكر نعم ربنا عليك اللي مغرقاك وانك هتحمده على ايه ولا على ايه، هتقول ربنا ولك الحمد وهي طالعه من قلبك. اطمئن في السجود وتذلل لربنا واطلب منه كل اللي انت عاوزه وبتتمناه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا الدعاء، يعني اطلب واتمنى. ولما تقعد بين السجدتين وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي، دعاء يطلع من قلبك فيغفر لك باذن الله. لو ركزنا في مرحله الصلاه بالحاجات اللي قلناها والله هيفرق معانا قوي. المرحله الرابعه ودي اخر مرحله وهي مرحله ما بعد الصلاه، حاول ما تقومش تجري على طول بعد الصلاه. لو عندك وقت حاول تقعد مكانك 5 دقايق بس تختم فيهم الصلاه، وانك تقعد في مكانك بعد الصلاه في المسجد ده في خير كبير قوي ليك، وهو ان الملائكه بتستغفر لك طول ما انت في المسجد ما لم تحدث، فما تضيعش عليك الثواب ده. هم 5 دقايق بس بعد كل صلاه، وتبدا تحلل صلاتك مع نفسك وتسأل نفسك هل انا اديت الصلاة حقها؟ هل انا قصرت في حاجة معينة؟ وصلت للخشوع في الصلاة ولا لا؟ وتبدأ تحاسب نفسك. لو عملت كده وفضلت تحاسب نفسك بعد كل صلاة، صلاتك كلها هتبقى على درجة عالية قوي من الخشوع. المهم انك تصبر على نفسك وما تزهقش، وحاول مرة واثنين وعشرة، مش عيب، العيب انك ما تحاولش. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. فاللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم امين.